هذه اللي بسموها كلمة حق يراد بها باطل. لما يطرح قال الخروج على الحاكم، انتم بتتكلموا على الخروج على الحاكم، طب ما فهمونا انو الحاكم، انتبهتم؟ هذول اللي بدهم يقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم، قبل ما يقولوا خروج على الحاكم بدنا نفهم شو يعني حاكم. بشك واحد بتقول له الخروج على الحاكم، طب فهموا شو حاكم. أنا اللي أول قبل ثانية بتيجي حاكم، مشان لما يقول لي لا يجوز الخروج على الحاكم أفهم عليه أنا هو الحاكم. مين هو الحاكم؟ بإجماع الأمة أولا، أنتوا سمعتوا كثير في التاريخ الإسلامي عقد البيعة، البيعة اللي بتتم بين الناس والحاكم. أولا مين هم بيقولوا الحاكم؟ وكيل. وكيل لمين؟ للأمة. إذا مين الأصيل ومين الوكيل؟ مين الأصيل؟ الأمة. مين الوكيل؟ الحاكم. واليوم اتطور مفهوم حاكم على فكرة، وإذا بتطور في اتجاه العدالة والضبط والتفاصيل تمام، هذا مش موضوعنا حتى نستفيد فيه. إذا في عندي أصيل وهو الشعب، وفي عندي وكيل وهو الحاكم، وفي عقد بيننا وبينه. كل العقود في كل العقود في الشريعة الإسلامية يلزمها الرضا. رضا مين؟ رضا الطرفين. أوقيت في البيع والشراء، في البيع والشراء إذا ما اتفقوا ما ارتضوا اثنين البائع والمشتري، هل ينعقد البيع؟ ما بنعقدش بين اثنين، بنعقدش. طيب الزواج يا شيخ ما هو بكتب كتابات. في الزواج بتشترط رضا الطرفين، وبدهم يسمعوا من البنت كمان، ابوها مرات يكذب. مش بتسمعوا منها؟ فهون رضا الطرفين. يعني كل العقود لا تنعقد وكلها باطلة اذا لم يتوفر فيها رضا الطرفين، ما عدا الحكم يعني. ولا شو معنات بيعة يعني؟ شو معنات بيعة؟ بيعت ايش هاي؟ مين الاصيل مين الوكيل؟ العجيب انه في ناس الان بيعيشوا في, في 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 الارض وبيعيشوا في القرن 21 بيعتبروا وكأنه الحاكم هو الاساس وهو الاصل، والشعوب هذا همل. بدهيات الدين وما اجمع عليه الصحابة، ما بيكون حاكم شرعي اصلا حتى يكون بشورى من المسلمين، بغض النظر مين اللي بتشاور. يعني زمان ما كانش في مجال، والله لما يموت حاكم اجي انا اسأل الدولة الاسلامية من سيبيريا او من افغانستان شرقا، سيبيريا شمالا، اواسط افريقيا جنوبا، وبوصل فرنسا غربا، هاي دولة الاسلامية، لا يكون كل ما يموت حاكم بدنا ناخذ رأي الكل. ما في في رؤساء للناس، وزمان كانت الناس على فكرة الزعامة تفرز افراز طبيعي، تفرز افراز طبيعي. هذه قضية الصناديق، هذه لما الناس بطلت يعني لا ما عادتش قبائل ولا عشائر ولا حمايل ولا تفاصيل، وصارت الناس كل واحد لحاله، صرنا يعني هذه بنلزم موضوع الصناديق، فهمنا؟ طيب انما اهل الحل والعقد كانوا يمثلوا الناس. ولذلك انا سبق قرأت، وان كنت الان هذا زمان، لابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري الاندلسي الفقيه المشهور، بيقول انه اذا جاء زمان، عم بيقترح هو انه ممكن يجي زمان نستطيع نوصل كل انسان مسلم يعني في مكانه نسأله عن الحاكم، هذا اذا جاء زمان. هم كانوا مضطرين اهل الحل والعقد في العاصمة يقوموا هم ويبايعوا الحاكم والناس بايع من وراهم. ابن حزم سبق عصره وقال اذا جاء زمان بدنا نوصل الناس. لذلك عبد الرحمن بن عوف في قصة عمر علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، عبد الرحمن بن عوف كان يفر على اهل المدينة، وكان يستأذن على النساء مشان يسألهن، وكان يسأل الاولاد في الحارات، الاولاد الصغار اللي بيلعبوا، لانه الولد على فكرة بيحكي بلسان ابوه وامه، مرات الاب والام برا بشكل وفي الدار شكل، بس حقيقتهم وين بتكون؟ في الدار. ومين بنقلها؟ الولد. تمام؟ فهون عبين ما اخذ فكرة باعتباره كان محكم بين
علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه كان محكم. طيب لذلك لما كانت الامور ماشية شورى وبرضا سميت الخلافة الراشدة. اذا كانت هاي راشدة هذيك ايش؟ اذا كانت هاي راشدة هذيك ايش؟ شو معناته لما تقول الخلفاء الراشدون تذكر الاربع بعدين تنط على عمر بن عبد العزيز؟ شو يعني غيره؟ مش راشد يعني. اذا بدهيات عندنا في الدين والنصوص كثيرة مش وقته، لابد من الشورى والرضا. انت بتقول لي لا يجوز اخرج على الحاكم، شو لازم تقول لي قبلها؟ مين الحاكم؟ طيب هل يجوز اغتصاب ارض من انسان يمتلكها؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه صاحب الارض صاحبها صاحبها بطريق شرعي، يعني هو ممتلك هذه الارض بطريق شرعي. نعم. طب لو واحد اغتصبها تصبح ملكه؟ تصبح ملكه. طب واحد اغتصب السلطة، هذا المغتصب بدنا نعترف فيه؟ احنا ما بنعترف باي مغتصب اصلا، ولا يصح، وملكية المغتصب للارض باطلة لانه الها اهل والها اصحاب، الها اهل واغتصب مالك بصير مالك له هو، واغتصب السلطة بالقوة، واغتصب السلطة بالقوة، هذا بتسميه حاكم؟ اذا قبل ما تتكلم عن الحق عن خروج على الحاكم وتجيب النصوص، واحنا بدنا نيجي على النصوص شوية، جيب النصوص، قل لي مين هو الحاكم اول في دين الله اللي انا يعني ملزم فيه.